لك؟ ده؟ نتعلم 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 من الدكتور يحيى التواضع الجم، ودي ميزة مش أي حد يقدر يتمتع بيها، فشكرا لي وشكرا لطوالهم. ودكتور يحيى من ضمن الناس اللي عينوني ووافقوا على تعييني، فيعني هو الأصل وإحنا الفروع. بنجدد الترحيب، وتسمحوا لي أرحب بالدكتور توماس دراي فولكومين إن ماينا كلاب. بقول له تلات مرحبا في النادي بتاعنا. كنت مدير فني منتخب مصر للسباحة، كنت سباح من الأهلي، ما بشجعش كورة على فكرة. وأهلا بيكم في بيتكم، ونتمنى إن يكون منكم أعضاء. Come now.
بصوا يا جماعه،